تقريبا من يعني 135 140 170 يعني 210 دقيقة، 210 دقيقة. عندي كمان نص كوباية زبدة ونص كوباية سكر ومعلقتين قهوة سريعة الذوبان ومعلقتين مية. ده مقادير العجين بتاع البسكوت، كوباية ونص من الدقيق، نص كوباية زبدة، وعندنا كمان نص كوباية سكر ومعلقتين قهوة سريعة الذوبان اللي هي القهوة المركزة، وعندي كمان معلقتين من المية وكوباية من البندق المفروم، كوباية من البندق المفروم وبيضة ورشة فانيليا ورشة بيكنج باودر. يبقى ده العجينة، هقولها لكم تاني لأن طعمه حلو قوي ومقرمش. يعني كوباية ونص دقيق، بيضة، نص كوباية زبدة، نص كوباية سكر، هجيب دي هنا وخلي دي هنا، وبعدين معلقتين من القهوة المركزة ورشة بيكنج باودر ورشة فانيليا وكوباية من البندق المفروم. ده مقادير العجينة اللي ورا بعض دي. اما التوبنج اللي هيبقى على الوش او الحته كده اللي هي فيها تيست هتعجبنا، هي نص كوبايه زبده، نص كوبايه سكر بودره، ومعلقتين من القهوه سريعه الذوبان، وكمان عندي نص كوبايه من البندق المتحمص متقطع انصاص. خلاص ده هيبقى على الوش.